اهلا بكم في حلقه جديده من ركن التعليمات. انا عمر تنيره واليوم نشرح لكم لعبه جواهري. جواهري صممها مارك اندري، نشرتها شركه سبيس كاوبويز، عربتها شركه بورد جيم سبيس. تلعب بلاعبين الى 4 لاعبين، تستغرق ما يقارب نص ساعه. في لعبه جواهري انت تاجر جواهر غني في عصر النهضه، بتستخدم مواردك عشان تتملك المناجم ووسائل النقل والحرفيين اللي بيساعدوك تحول المعادن لاحجار كريمه. قبل ما نبدا اللعب بنلخبط كل رزمه من بطاقات الترقيه على حده وبنرتبهم بشكل عمودي وبترتيب تصاعدي من 1 إلى 3، بحيث رقم 1 يكون في الاسفل ورقم 3 يكون في الاعلى، وبنكشف 4 بطاقات من كل مستوى. بعدين بنجيب بطاقات النبلاء بنخربطهم بشكل جيد وبنكشف اكثر من عدد اللاعبين بواحد. يعني على سبيل المثال في حالتنا هاي هيكونوا 4 لاعبين، فهنكشف 5 بطاقات نبلاء. وفي حالة 3 لاعبين بتكشفوا 4 بطاقات نبلاء، وفي حالة لاعبين بتكشفوا 3 بطاقات نبلاء. واخيرا بنحط الاحجار الكريمة حسب اللون في متناول الجميع على الطاولة، وبهيك بنكون جاهزين لبداية اللعبة. بيبدأ اللاعب الاصغر سنا وبينتقل الدور للاعب اللي على يساره. قبل ما نبدأ لعب خلينا نشرح لكم التفاصيل الموجودة على بطاقات الترقية وبطاقات النبلاء. الارقام الملونة اللي بتكون موجودة في الزاوية السفلى على يسار الكرت هي القيمة اللي بتدفعها علشان تشتري الكرت. على سبيل المثال في الحالة هاي بدنا ندفع 3 احجار من اللون الابيض و3 من اللون الاخضر و3 من اللون الاحمر و5 من اللون الاسود علشان الكرت هذا يصير ملكنا، بينما هون نحتاج فقط 2 من اللون الابيض و1 من اللون الازرق. والارقام اللي بتكون موجودة في بعض بطاقات الترقية في الزاوية العليا على يسار الكرت بنسميها نقاط النفوذ، وهاي النقاط اللي لازم نجمعها علشان نفوز في اللعبة. اما الجواهر الموجودة في الزاوية العليا على يمين الكرت تسمى الجوائز، وهاي الجوائز تعطيني خصم علشان اشتري البطاقات في المستقبل. على سبيل المثال لو كنت انا بملك البطاقة هاي بدفع حق البطاقة هاي فقط 2 من اللون الابيض، فممكن تعتبروها وسيلة خصم موجودة طول اللعبة. اما الارقام الملونة الموجودة في الزاوية السفلى على يسار بطاقة النبلاء هي الكروت اللي لازم نجمعها علشان نحصل على بطاقة النبلاء. على سبيل المثال هون لازم نجمع 4 كروت من اللون الاسود و4 كروت من اللون الابيض علشان خاطر نحصل على بطاقة النبلاء هاي. ولو هتلاحظوا شكلها مستطيل عامل زي شكل الكرت بالضبط، وهنا شكلها دائري عامل زي شكل احجار الكريمة. والارقام الموجودة في الزاوية العليا على يسار بطاقات النبلاء هي نقاط النفوذ اللي لازم نجمعها علشان نفوز في اللعبة. كل لاعب في دوره ممكن يختار حركة من 3 حركات، اما اخذ الاحجار الكريمة او حجز احد بطاقات الترقية المكشوفة او شراء احد بطاقات الترقية المكشوفة او المحجوزة. هدف اللاعبين انهم يشتروا بطاقات الترقية ويحصلوا على بطاقات النبلاء عشان يجمعوا اكبر عدد من نقاط النفوذ. بيبدأ اللعب باللاعب الاصغر عمرا وبينتقل الدور للاعب اللي على يساره. اول اشي ممكن نعمله اخذ الاحجار الكريمة، وعندنا خيارين، اما انه ناخذ 2 من الوان متشابهة او 3 من 3 الوان مختلفين باستثناء اللون الذهبي هنتكلم عنه لاحقا. وفي بعض القوانين لازم نلتزم فيها باخذ الاحجار الكريمة. اولا عشان ناخذ 2 متشابهين لازم يكون فيه في مجموعة الاحجار 4 احجار او اكثر. في حالتنا هاي ما بقدر اخذ 2 متشابهين من اللون الاخضر او اللون الازرق. بعد ما اللاعب يكون اختار القطع اللي بده اياها لازم نهاية دوره ما يكون فيه قدامه اكثر من 10 قطع. حالتنا هاي لانه اللاعب صار عنده 11 قطعة لازم يرجع قطعة من القطع اللي اخذها، سواء من القطع اللي تو سحبها او القطع اللي كان عنده اياها سابقا. وممكن اللاعب ياخذ قطعة واحدة او قطعتين اذا ما توفرت كمية تسمح له انه ياخذ 3 قطع من الوان مختلفة او قطعتين من نفس اللون. واخيرا لازم تكون قطع كل لاعب مكشوفة لبقية اللاعبين في جميع الاوقات. ثاني حركة ممكن يعملها اللاعب هي حجز احد بطاقات الترقية، وممكن اللاعب يحجز بطاقة من بطاقات المكشوفة او يجرب حظه ويسحب احد البطاقات من المستويات الثلاث من غير ما يكشفهم لبقية اللاعبين، فبالتالي بحجز الكرت وبياخذ معه احد القطع الذهبية. في حال انه ما كان في قطع ذهبية متوفرة ممكن اللاعب يقرر انه يحجز الكرت من غير ما ياخذ اي قطعة من القطع الذهبية، ولو اختار ياخذ كرت من الكروت المكشوفة لازم يفتح كرت ثاني مكانه. وفي عندنا نقطتين لازم نعرفهم اثناء حجز بطاقات الترقية. الأولى إنه هي الطريقة الوحيدة للحصول على القطع الذهبية اللي تعتبر بمثابة الجوكر وممكن نستخدمها مكان أي لون. النقطة الثانية إنه ما بنقدر نحجز أكثر من 3 بطاقات من بطاقات الترقية، والطريقة الوحيدة للتخلص منهم هي شراء بطاقات الترقية. ثالث حركة ممكن يعملها اللاعب هو إنه يشتري أحد بطاقات الترقية المكشوفة أو المحجوزة.
وبيشتريهم عن طريق دفع القيمة الموجودة في الزاوية السفلى على يسار الكرت. فعلى سبيل المثال لو قرر أحد اللاعبين إنه بده يشتري هذا الكرت بيدفع القيمة الموضحة وهي قطعتين بيض وقطعة من اللون الأزرق، وبعد ما يدفعهم بيحطهم في منتصف الطاولة عند بقية القطع وبياخذ الكرت وفورا بيكشف كرت تاني مكانه. وممكن أحد اللاعبين يستخدم الجوائز اللي حصل عليها من الكروت السابقة في شراء أحد بطاقات الترقية. فعلى سبيل المثال لو قرر أحد اللاعبين أن يشتري هاي البطاقة لازم يدفع قطعتين زرقاء وقطعتين سوداء، ولكن لأنه في الجوائز عنده قطعتين سوداء هيحصل على تخفيض ولازم يدفع فقط قطعتين زرقاء. هيستخدم القطعة الأولى للقطعة الزرقاء وبيستخدم الجوكر لتحل محل القطعة الثانية. وكل لاعب لازم يكشف بطاقاته لبقية اللاعبين، بيرتبهم في مجموعات حسب النوع وبترتيب تصاعد بحيث يبين قيمة النقاط ونوع الجوائز. في نهاية الدور كل لاعب بيشوف اللاعب إذا بيحق له الحصول على أحد بطاقات النبلاء أو لا عن طريق جمع الجوائز الكافية لبطاقة النبلاء. في الحالة هاي يحق للاعب الحصول على هاي البطاقة من بطاقات النبلاء لأنه جمع 3 جوائز من اللون الأخضر و3 جوائز من اللون الأزرق و3 جوائز من اللون الأحمر. وما بيحق للاعب أنه يستخدم قطع الأحجار الكريمة للحصول على أحد بطاقات النبلاء لأنه لازم يستخدم الجوائز فقط. وفي حال أنه اللاعب كان مؤهل أنه يأخذ بطاقتين من بطاقات النبلاء بيختار بطاقة واحدة فقط منهم. تنتهي اللعبة لما أحد اللاعبين بيجمع 15 نقطة نفوذ من غير ما ننسى نحسب بطاقات النبلاء، وبينتهي الدور علشان كل لاعب من اللاعبين يلعب نفس العدد من الأدوار، وبيفوز في اللعبة اللاعب اللي جمع أكبر عدد من نقاط النفوذ. حالة التعادل أقل لاعب اشترى بطاقات ترقية، حالة التعادل يتشارك اللاعبين الفوز. وبهيك بنكون خلصنا شرح لعبة جواهري. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لنا رأيكم في كومنتات تحت وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا الحلقة الجديدة أول ما تنزل من ركن التعليمات.